بركة الخبر. أبي، كيف حالك اليوم؟ مثل ما كنت البارحة وقبل البارحة، أعمى وبلا نفع. لست غير نافع أبي. لا، نسيت، أنا رائع مع الحيوانات، لا أحد أفضل مني بمراقبة القطيع في الحقول كبناء حجارة. أنا أرى الآن أفضل من الآخرين. أن تكون غير نافع يتخطى العمل الجسدي أبي. محبة الله لك ليست مبنية على ما تفعله. لست أحتاج لشفقتك يا فتى، فقط عد إلى العمل. لم أكن أشفق عليك. أبي، سأتحدث مع الأصدقاء والعائلة عندما يجتمعون للاحتفال بولادة ليلى. وتريد أن تتكلم؟ وهل أنا ميت؟ لا لأحل مكانك أبي، لكن كوني البكر أريد أن أخبرهم عن خروجي من السجن. لا، وهل ستخبر هذه القصة للعائلة كلها؟ فكرت أنه سيكون من الأفضل أن يسمعوها مني. هل أنت تسألني أم تخبرني؟ أنا أسألك بركتك على ما أشعر أن الله يطلبه مني. منذ متى استطعت ردعك من قبل؟ شكرا أبي. شكرا على مجيئكم. ابن البكر داود طلب الإذن بالكلام. أنا لا أوافقه الرأي، لكن هو ابني. أبي رجل صالح، كان صبورا جدا معي، وقد سمح لي بمشاركتكم قصة إطلاق سراحي من السجن. أعلم أنكم كنتم معنا جميعكم ليلة زفاف مريم ويعقوب. أعتذر لأن مشاكلي أفسدت تلك السهرة، لذا فكرت أنه من الأفضل أن أشارككم بقية القصة. ولما أنا قادر على أن أكون معكم هنا للاحتفال بولادة ابنة أختي الطفلة ليلى. أنتم سمعتم من أمي ليلى عن إيمانها بيسوع، كانت دائما تتكلم عن المسيح، وقد أخبرتني عنه أيضا بالطبع، لكني لم أصدقها. اعتقدت أنها ضلت عن إيمان آبائنا. عندما تم توقيفي علمت أن الرومان سيعدمونني، وكنت خائفاً، خائفاً من الألم، خائفاً من الموت. كنت أعلم أن أمي تصلي من أجلي، وأن كثيرين من بينكم كانوا يصلون من أجلي. أشكركم على صلواتكم. ذات ليلة أيقظني نور، دفء يشع عبر سواد تلك الزنزانة. فتحت عيني وإذ بي أجد رجلا واقفا أمامي.
كان نقيا وقدوسا، وكانت عيناه كالنار، ومن ثم تكلم معي، أخبرني كل ما فعلته. ظننت أن قلبي سينكسر وبكيت. كان السجناء من حولي نائمين، وها أنا وجهي للأرض أبكي تحت أقدام الرب يسوع، وأنا لم أفهم في البدء، لكن تعلمت خلال الشهر الماضي من الذين هم أكثر حكمة مني. يقول الكتاب: عندما خلق الله العالم جعل الرجل والمرأة يعيشان في محضره ويشعران بفرحه. كان هذا مخططا، لكنهم شكوا وعصوا وصاياه، وهذا التصرف المشين فصلهما عن الله ودمر العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة. ونحن أيضا استمرينا بالعصيان. يقول الكتاب إن أجرة الخطيئة هي الموت والانفصال عن الله، لكن الله لا يريدكم أن تكونوا بعيدين عنه وعن محبته، تعيشون في العار والخوف. لذا كما أعد الكبش ليموت بدل ابن إبراهيم، أرسل الله يسوع ليموت بدلاً عنا. والطبع أنت تعلم أن هذا مهين. ماذا عن تقاليدنا، شريعتنا، الأنبياء؟ يا ابن عمي، مئات السنين قبل مجيء يسوع تنبأ الأنبياء في الكتاب المقدس أن المسيح المنتظر سيتألم. كتب أشعياء: جرح من أجل معاصينا، وسحق من أجل أثامنا، وقال أيضاً: تأديب سلامنا عليه، وبجراحه شفينا. وقد قال النبي موسى: ملعون كل من علق على شجرة. عندما مات يسوع على الصليب حمل لعنة خطيئتنا وموتنا على نفسه. تضحيته وقيامته حررتانا من قوة الشر، وأنقذتانا من الظلمة، وفدتانا من حياة الخوف والعار. الله وعد بهذه البركة لأبينا إبراهيم عندما قال إنه من خلاله ستتبارك جميع الأمم. اسمعوني جميعكم، يسوع هذا نفسه هو من ظهر لي في الزنزانة. أنا أؤمن، لا بل أعلم أنه المسيح المنتظر. لقد مات مكاني وأعطاني حياة جديدة. بعد لقائي معه اكتشفت أني لم أعد أخاف الموت، لكن كما ترون هو حررني من السجن. أعلم أن لديه المزيد لي لأقوم به. كان من العدل أن أموت مع كل أولئك السجناء الذين صلبوا الشهر الماضي. كنت في السجن كونك غيوراً محارباً، هل تعني أنك غيرت رأيك عن الرومان؟ اكتشفت أن حاجتنا الأساسية ليست سياسية، حاجتنا الحقيقية هي أن نكون متصالحين مع الله. كنت أحاول تغيير سياسة الناس، لكن الله يريد أن يغير قلوب الناس. وهل نصدق أن يسوع هذا هو ابن الله المختار؟ لأن الله أقامه من الموت. رفقة التي معنا هنا الليلة صديقة حميمة لإحدى الشاهدات على القيامة. خالتي رفقة، أخبرينا بما شاركتك به مريم المجدلية. تحدثت مريم المجدلية مراراً عن الأمر. هي رأت يسوع يموت، ورأت جثمانه يوضع في القبر، ومن ثم باكراً صباح الأحد بعد 3 أيام من صلب يسوع ذهبت مريم والنساء الأخريات إلى القبر حاملات الطيب لمسح جثمانه. لكن عندما وصلنا وجدنا الحجر الذي كان على باب القبر قد دحرج. ظنت النسوة أن جثمان يسوع قد سرق،
لكن لاحقاً رأينا ملاكين في القبر الفارغ، وقال لهن الملاكان إن يسوع المسيح قام من الموت. هرعت النساء إلى التلاميذ ليخبرنهم بما حصل، ومن ثم هرع بطرس ويوحنا مع النساء إلى القبر. وبعد أن ترك الجميع المكان، مريم بقيت وحدها خارجاً. لم تكن تفهم ما يجري، وبدأت تبكي. كان الأمر مربكاً، فأدركت أنها ليست وحدها. كلمها رجل وقال: يا امرأة، لما تبكين؟ عمن تبحثين هنا؟ ظنت أنه البستاني، فقالت له: يا سيد، إن أخذت جثمان المعلم أرجوك أخبرني أين وضعته لأذهب وأحضره. ثم دعاها باسمها: مريم. وإذ رفعت عينيها أدركت أنها كانت تكلم يسوع نفسه. كان هناك قبلها، ركضت إليه ورمت بنفسها عند قدميه. مريم نفسها هي من أخبرني ذلك. وظهر يسوع عدة مرات لأتباعه على فترة 40 يوما، وعلمهم أمورا كثيرة. ثم على جبل الزيتون صعد إلى السماء أمام أعينهم جميعا. ماذا يعني هذا لنا ولي أنا؟ آمني بالرب يسوع، واعتمدي باسمه أيضاً، ثقي به فتخلصين من خطيئتك وعارك أيضاً، لتعيشي حياة جديدة مع يسوع. أنا أيضاً قد اختبرت المسيح، وقد غير حياتي وأعطاني فرحاً وسلاماً في سن شيخوختي. وغير حياتي أنا. وأنا. الله أعد حياة جديدة لكل من يدعو باسمه. هذا هو الخبر السار الذي يشاركنا به يسوع. هو حي، وهو في وسطنا الآن. هذا يكفي. هل تودون معرفة المزيد عن تعليم يسوع وحياته؟ كنت أفكر بيسوعك. أها. وقصة داود. لا أفهمها كلها، لكني أريد أن أؤمن أن ما تقوله هو صحيح. أريد أن أؤمن، لكن ما الذي يمنعك؟ ما الذي سيقوله أهلي إن أصبحت مثلك؟ لا أظن أن لدي ما يكفي من الإيمان. لم أرى يسوع قط كما فعل داود، ولا أنا رأيته هكذا أيضا، يظهر نفسه لكل واحد منا بطرق مختلفة. يمكنك أن تسأليه. أسأله ماذا؟ الإيمان
والشجاعة. اسألي الله أن يريك الحق. هلا صلينا معاً؟ بالطبع، فقط تكلمي معه بكلماتك من قلبك. بصوت عالٍ؟ يا رب، سمعت الكثير في هذه الأسابيع الماضية ويبدو الأمر جيداً. أريد أن أعرفك كما يعرفك أصدقائي ويؤمنون بك ويثقون بك. أعطني ما لا أملكه، أعطني الإيمان والشجاعة، ساعدني لأعمل ما هو حق. أشكرك يا رب. أظنه سمعني. أجل سمعك. إذا أردت أن أكون من أتباع يسوع فيما بعد، ماذا علي أن أفعل؟ أخبر الله أنك تؤمنين أن يسوع هو الرب والمسيح ومات على الصليب من أجل خطاياك، واقبلي ذبيحة يسوع، واقبلي غفرانه والحرية من العار، أعطيه حياتك أيضا، وعندها ستعلمين أنك نلت الحياة الأبدية. إن فعلت هذا، ماذا عن أهلي؟ يريدك الله أن تكوني أفضل ابنة لعائلتك، لكن أنت بحاجة أولاً أن تكوني ابنته وأن تتبعيه. يا لها من طفلة جميلة. كنا أنا وأمي نأتي إلى هنا لمراقبة الغروب. هل تشتاقين لها؟ كل يوم أحياناً أفكر كيف قد استجاب الله إلى الكثير من صلواتها من أجل الطفلة وداود، لكنه أخذها منا. طرق الله غير طرقنا. لا، لكنه معنا، ورغم كل شيء أعلم أنه معي. أستطيع أن أكلمه عن كل شيء، أي شيء. هذا لا يزيل الحزن والألم دائماً، لكن يساعدني على احتماله. وكأني أمر بصحراء، لكن لأنه هناك يجعل الصحراء الأكثر قحطاً والأقصى يجعلها تبتهج. أي من الشخصيات في هذه القصة تشبهك أكثر من غيرها؟
هل أنت معجب بداود لمشاركته قصته مع الآخرين؟ لماذا نعم أو لماذا لا؟ أعد رواية القصة التي سمعتها رفقة من مريم المجدلية بشأن قيامة المسيح. ما هو رأيك بحديث مريم ودليلة وهما تغسلان الصحون؟ ماذا يخبرك حديث مريم ورفقة الأخير عن السير مع الله؟